ما هو تصدر نتائج البحث؟ عندما نقوم بالبحث في محركات البحث مثلا جوجل أو غيره، عندما نضع كلمة البحث في العنوان المطلوب نطلب البحث، تجد أن جوجل يعطينا المعلومات في بداية الفيديوهات. لو تلاحظ عندما طلبنا البحث عن موضوع تنصيب تبدي، وجدنا أن الفيديو هو في المقدمة. عندما تدخل وتبحث في اليوتيوب أيضا، تبحث في موضوع البحث، تجد أن أيضا الفيديو لديك، تجده في مقدمة الفيديوهات. لاحظ فيديو رقم 1. هذا ما نقصده بتصدر نتائج البحث. فمحركات البحث هي مصدر 70% من الزيارات، حيث يقوم الزوار باللجوء إلى محركات البحث المختلفة للإجابة عن أسئلة معينة أو البحث عن موضوع أو خدمة.